للمزيد من المتابعة حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ينضم إلينا مباشرة من هناك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية كريم، ماذا عن فعاليات اليوم الأخير من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وماذا عن الإقبال الجماهيري في هذا اليوم؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما هو اليوم الأخير والساعات الأخيرة بالفعل، ربما ساعة من الآن ويغلق معرض الكتاب أبوابه في هذه النسخة 55 بعد أن شهد إقبالا كبيرا، ربما هو الأكبر منذ أن فتح معرض الكتاب أبوابه هنا في أرض المعارض بالتجمع الخامس مركز مصر للمعارض الدولية. منذ أن استقبل معرض الكتاب ربما هذه هي المرة الأكثر إقبالا، حيث وصل عدد الزائرين حتى الآن إلى ما يقرب من 5 ملايين زائر، ربما لحضور الندوات المختلفة، لحضور الورش التثقيفية والتعليمية والترفيهية، وأيضا لشراء الكتب، خصوصا أن كان هناك عدد كبير جدا وخصومات كبيرة جدا وتخفيضات كبيرة. كان هناك بعض الكتب التي تباع ربما تبدأ من 3 جنيهات و5 جنيهات و10 جنيهات، وكان هناك خصومات خاصة باتحاد الناشرين العرب، اتحاد الناشرين المصريين، لذلك كان هناك عدد كبير جدا من الخصومات. وبالإضافة لذلك أيضا هذا المعرض في هذه النسخة وفر مساحة كبيرة جدا لكل الشباب وكل أصحاب المواهب ليعرضوا مواهبهم المختلفة، وأيضا ليعرضوا كتاباتهم المختلفة من روايات وكتب علم وغيرها. كان هناك مساحة كبيرة، رأينا عدد كبير جدا من هم كتبوا كتب أو إصدارات خاصة بهم هذا العام، يعني هذا زيادة عن كل عام أو أعداد أكثر من كل عام. بالإضافة لذلك أيضا اليوم الأخير شهد تكريم هام جدا، وهو تكريم للفائزين بهذه النسخة، فائز لأفضل ناشر عربي، فائز لأفضل ناشر مصري، فائز بأفضل رواية، أفضل كتاب للنقد الأدبي. هناك عدد كبير من الجوائز تم توزيعها بالفعل اليوم، وتم تسليم الراية الخاصة بضيف الشرف الخاصة بنسخة معرض الكتاب من 55، وكانت دولة النرويج تسلمتها تسلمتها سلطنة عمان، وهي ستكون ضيفة شرف النسخة 56. بالإضافة لذلك أيضا هذا المعرض في هذه النسخة كان يتميز بشيء هام جدا، وهو الاهتمام بالأطفال والورش الخاصة بالأطفال وكتب الأطفال، ورصدنا عدد كبير جدا من الورش التثقيفية والتوعوية، منها ما قامت بها حياة كريمة كما ذكرتم منذ قليل، توعية للأطفال، بناء للإنسان، سواء كان هنا في أرض المعارض أو حتى خارج أرض المعارض. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس، كنت معنا من مقر إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا جزيلا لك.